مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من البصره الاعلامي والناشط السياسي منتظر القرقوشي. اهلا بكم سيد منتظر. بدايه، انباء عن رفع متظاهري البصره دعوه قضائيه ضد قتله المتظاهرين في المحافظه، هل من معلومات اكثر لديكم عن هذه القضيه؟ نعم، بداية مساء الخير عليكم. أعتقد بأن الإجراءات التي اتخذتها تنسيقيات محافظة البصرة هي شكلت لجان وتم يعني تنظيم الصفوف للانطلاق ربما بتظاهرات وبإجراءات قانونية، على اعتبار أن هناك العديد من الناشطين في محافظة البصرة وقادة التظاهرات لا زالوا ملاحقين من قبل يعني دعوات تم رفعها. بالتالي اللجان التي تم تشكيلها داخل التنسيقات باشرت برفع دعاوى قضائية ضد الجهات الأمنية والقادة المسؤولين على قتل المتظاهرين. يعني في البداية هذه الدعوة هي سابقا ولا زالت الإجراءات مستمرة، بالإضافة إلى أن بعض الناشطين لا زالوا ملاحقين. الدعوات تم رفعها على القادة الأمنيين الذين يتحملون المسؤولية الكاملة، ومن أمر بإطلاق النار. جميع الفيديوهات والدلائل الموجودة لدينا هي تؤكد بأن إطلاق النار تم بنيران القوات الحكومية وليس من قبل، كما أكدت اللجان التحقيقية، من قبل مجهولين. حتى وإن كانوا مجهولين هم ساهموا بقتل المتظاهرين، لكن القوات الأمنية هي مطالبة بحماية المتظاهرين حتى وإن كانت جهات معينة، وبالتالي هم مسؤوليتهم حماية المتظاهرين. طيب، لكن ألا يخشى المحامون والناشطون المدنيون من رفعوا الدعاوى من التصفيات؟ يعني لا سيما هناك حادثة في البصرة أيضا وقعت، عملية تصفية المحامي جبار البهادلي. نعم، فيما يخص قضية المحامي جبار البهادلي تم يعني كان هناك خلاف عشائري وتم قتله، أما الخوف من التصفية فاليوم كل مواطن بصري هو حياته معرضة للخطر، على اعتبار الوضع الأمني في البصرة لا يبشر بخير، الجميع معرض للخطر. فبالتالي من يطالب بحقوق البصرة هو وضع يعني حياته على كفه في المسير بهذا الطريق، لأن الحقوق تحتاج إلى تضحيات. فريق المحامين هو تبرع بهذه بالقيام برفع دعاوى قضائيه ومستمرين بهذا الجانب. لا يخفى بان هناك الكثير من الضغوطات، بعض الدعوات تم رفعها كدعوات مضاده، على اعتبار بعض الجهات الحزبيه رفعت دعاوى قضائيه ضد ناشطين اتهمتهم بحرق مقراتهم. يعني بالتالي اذا تسمح لي، هل تثقون بالقضاء الموجود في العراق لكي ترفع له دعاوى قضائيه تخص العمليات الاغتيال او القتل التي طالت المتظاهرين؟ نعم، اعتقد بانه هذا الاجراء الوحيد الذي يمكن يعني سلكه، الاجراءات القانونيه لا يوجد حلول اخرى. الضغط الشعبي تم تجربه، وبالتالي اذا فشل القضاء باسترداد حقوق الشهداء هناك حديث اخر، ربما ستكون هناك حملات ضد القضاء العراقي لاسترداد حقوق الشهداء وحقوق الذين اصيبوا التظاهرات. هناك حتى حالات عوق، هناك من تم فصله من وظيفته، هناك من هاجر العراق، هناك من ترك منزله. وبالتالي فإن التشكيك بالقضاء العراقي لا زال الوقت مبكرا لنسلك الطريق القانوني، ولكل حادث حديث عندما يتم مصير هذه الدعوات، هل هو محاسبة القادة الأمنيين؟ سيد منتظر، هناك تصريح من النائبة ميثاق الحامدي تقول هناك تخطيط لمظاهرات جديدة في محافظة البصرة، يعني هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام دقيق من هذه النائبة؟ أعتقد نعم، كابينة السيد عبد المهدي بأنها الأخيرة هي كانت خيبة أمل، وبالإضافة إلى أن بعض الجهات السياسية أفلست في مناصب، بالتالي الدعوة للتظاهرات في الوقت الحالي تأخذ طابع سياسي، على اعتبار بعض الجهات السياسية التي فشلت بالحصول على مكاسب تحاول إسقاط حكومة عبد المهدي مبكرا والتشكيك بمصداقيتها. تنسيقيات التظاهرات وتحدث عن أغلبها هي مع اعطاء مهله معينه، ومن ثم ادانه عبد المهدي في حال فشلت خلال 100 يوم كحد اقصى في تقديم الخدمات الى محافظه البصره، او في حال صدقت الى وعودها بعد ذلك ربما تعود التظاهرات. في الوقت الحالي الوقت مبكر، وهناك دعوات من قبل جهات سياسيه تحاول اسقاط العمليه السياسيه مبكرا، وبالتالي هناك وعي لدى تنسيقيات محافظه البصره. انا بس عندي نقطه يا سيد منتظر، بس اود ان اطرحها. 15 عاما من هؤلاء السياسيين، عادل عبد المهدي، وأنت ترى وتتابع المشهد السياسي في العراق، العمليات الاختيار للوزراء وللنواب الموجودة داخل البرلمان تتم عن طريق المحاصصة الطائفية، كيف لك أن تعطي لنفسك هذا القدر من التحمل
خاصة ونحن نرى العراقيون الذين يعيشون بالعراء والفقر والجوع وتغير الطقس الذي دمر هذه المنازل، كيف لك أن تعطي لنفسك هذه الفترة من التحمل لأشخاص لم يتغيروا على مدى 15 عاما؟ هل تعتقد أنهم سيتغيرون الآن؟ نعم، حديثك واقعي جدا وهذا التحليل جدا واقعي. لا نتأمل خير، ولكن هو من باب إلقاء الحجة على حكومة عبد المهدي. الآن عندما تخرج بالتظاهرات وطالب بحكومة لم تستمر، لا زالت يعني عمرها لمدة أسبوع، ربما أقل من أسبوع، فكيف تخرج بتظاهر لمناصب وزارية لم تتسلم لحد الآن؟ لا نتأمل خير، ولكن هو من باب إلقاء الحجة. لدينا تجربة سيئة مع السيد عادل عبد المهدي عندما كان وزيرا للنفط، وامتلأت محافظة البصرة بالعاملين من محافظة ذي قار على حساب شباب البصرة، بالتالي هذا يعطي مؤشر سلبي على السيد عادل عبد المهدي. ولكن لنعطيه فرصة خلال هذه الأيام وسلك الجانب القضائي والإجراءات السلمية لحد الآن، ومن ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. شكرا جزيلا لك سيد منتظر القرقوشي الإعلامي والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من البصرة.